السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخ سامي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. إخوة، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا فيه على أربعة ديال النقط اللي مهمة، ولكن أولها يعني الخبر العاجل وغير صار اللي صدر من الوزيرة إلينا بونيتي بخصوص الشيك الموحد لاسيني ونيكو. كاين فيه جديد، يعني لازم تشوفوا الفيديو باش تعرفوا شنو هو الجديد. كذلك بخصوص الإخوان المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة، البطاقة الجديدة اللي غادي تصدر للحكومة الإيطالية، ما هو الجديد بخصوص جواز الصحي ذاك الشهادة أو الترخيص الأخضر، ما هو الجديد بخصوص فايزر. كاين واحد الخبر عجيب صدر على شركة فايزر للقاحات. يعني هذه المجموعة من النقاط غادي نناقشوها، ولكن قبل ما نبداو الإخوان المناقشة والتطرق لها، تنجددوا طلب يعني لكم دعم القناة عن طريق الضغط على الزر ديال الاشتراك، الزر ديال الإعجاب، وكذلك الضغط على الجرس. اذا الاخوان كيف ما شفتوا من المقدمه، الجديد اللي كاين في الساحه هو الخرجه، يعني داك الاعلان اللي خرج على السيده الوزيره لينا بونيتي، قالت بانه العمل بالشيك الموحد غادي يكون يتاجل الى السنه المقبله ان شاء الله. يعني لاسينيو اونيكو اجلوا العمل به، ما بقاش كيف ما كان هو معلوم شهر 7 اجلاته. قالت بانه الحكومه الايطاليه غادي تاجل العمل به حتى لـ 2022 لاسباب ماديه واسباب يعني لوجيستيكيه تقنيه. السبب المادي انه المبالغ اللي لازم باش تغطي هذه المصاريف ديال لاسينيو اونيكو ديال هذا الشيك الموحد خصها تقريبا واحد 20 مليار يورو اللي الحكومه حاليا اظن ما تتوفرش عليها. المساله اللي تقنيه ولوجيستيكيه هو انه الحكومه الاداره الايطاليه كما هو معروف دائما تكون متاخره، فيما تبغي تدير شي حاجه تكون فيها تاخير. وبما ان احنا قراب على شهر 7 وهو معلوم باش تقدم طلبات وتدرسها وتحدد شكون اللي بغى يستافد وشحال القيمه ديال المبالغ، خاص واحد البلاتفورم، خاص واحد المساله، واحد تكون عندك وسائل تقنيه باقي ما متوفرينش، باقي ما خدامين على البلاتفورم ولكن باقي ما صوبوهاش 100%. يعني يقدروا يسلموا الطلبات ولكن العمل عليها ماشي يكون. لذلك من خلال كلام السيده الوزيره قالتها حرفيا بانه غادي يتم تاجيل الشيك الموحد، يعني لاسينيو اونيكو غادي يتم تاجيل الاستفاده منه الى بدايه السنه المقبله يعني 2022، ولكن غادي يبدا يكون تقديم الطلبات شهر 7. يعني من شهر 7 كيف ما كنا غادي نقولوا غادي نتخلصوا، غادي يبداو غير الطلبات تتقدم ولكن الاستفاده حتى السنه المقبله. يعني شناهي بتقول لي ولا قالوا لنا ديك المره في شهر 7 غادي نبداو نشدوا لاسينيو اونيكو والمنح الاخرين غيمشيو؟ لا، دابا المنح الاخرين غتبقى تستافد منهم، تقدم الطلب في شهر 7، المنح الاخرين غادي تبقى تستافد منهم حتى السنه المقبله. فاش يخرج لاسينيو اونيكو ديك الساعه غادي تحيدوا هاد المنح، البونص بيبي وما جا وراه غادي تحيدوا في السنه المقبله. النقطة الثالثة الإخوان اللي غادي نطرقوا فيها في الفيديو هي النقطة ديال الجواز الصحي، يعني ديك الشهادة أو الترخيص الأخضر كما نريد تسميته، اللي غادي يبدا العمل به في إيطاليا ابتداء من نهار 15 شهر 5. يعني كما هو معلوم لحد الساعة دابا حنا خدامين بالقانون اللي كان دار السيد وزير الصحة السيد سبيرانسا، كان دار واحد القانون تيقول بأنه الناس اللي بغا يدخلوا لإيطاليا في هذه الفترة هذه واخا يكونوا عندهم تحليلة سلبية لازم عليهم، إلا كانوا جايين من دول الاتحاد الأوروبي ودخلوا لإيطاليا لازم يديروا 5 أيام ديال الحجر الصحي، العزل الصحي. والناس اللي كانوا تيدخلوا لإيطاليا من دول خارج الاتحاد الأوروبي كان إلزام عليهم يديروا 10 أيام ديال الحجر، بينما هذا القانون غادي يتسالى 15 وغادي يبدا العمل بالقانون الجديد ديال الجواز الصحي أو الترخيص الأخضر أو الشهادة الخضراء، الرخصة الخضراء. هاد الناس اللي عندهم هاد الجواز هذا غادي يتمكنوا انهم يدخلوا ايطاليا يسافروا بحريه بتنقل بدون هذاك الايام ديال الحجر الصحي، ولا انهم خصهم يتعزلوا تيوليو يمارسوا حياتهم العاديه كما قبل يعني ماشي هذا الفيروس ديال كورونا، يسافروا يمشيو يدخلوا فين ما بغاو. هادي شكون الناس اللي عندهم الجواز؟ غادي نعاودوا نذكروا اخوان، الناس اللي غادي يكون عندهم هذا الجواز الصحي هذه الشهاده الخضراء هما الناس اللي كانوا تمرضوا بالكوفيد وتشافوا، الناس اللي داروا تلقاو الجرعه يعني داروا اللقاح، الناس اللي داروا التحليله قبل هذه الفتره هذه. مثلا بغى يسافر تيمشي تيدير التحليل تيعطيو ديك الرخصه الخضراء داك الجواز الصحي تيغطيه في ديك المده ديال السفر ديالو. هذا هو اللي كاين الاخوان. النقطه الاخيره الاخوان اللي تتهم الجديد ديال اللقاح ديال فايزر، نقطه مهمه يعني فيها جوج ديال المعلومات صدروا على الشركه ديال فايزر. قالت بان بصدد اصدار يعني واحد الاقراص شركه فايزر خدامه بالمواجهه تدير اللقاحات تنتج اللقاحات، ولكن خدامه دابا تدير واحد الكينه واحد القرص واحد الفانيده
باش بنادم اللي يلاه يبداو يبانو فيه الاعراض لي سينتوم يلاه الناس اللي تيحسوا براسهم فاش يديروا مثلا تيمشي يدوز تيلقى راسو يلاه في المراحل الاولى ديال الكوفيد يمكن ياخذ هذوك الاقراص ويتشافى ويتعافى ان شاء الله. هذا هو الاعلان اللي خرج على شركه فايزر، ولكن قال بان هذه الاقراص غادي تنزل للسوق ابتداء من بدايه السنه المقبله يعني في سنه 2022. دابا غادي يبقاو خدامين باللقاح، ولكن من 2000 بدايه 2022 ان شاء الله غادي يبداو يديروا اللقاح والمواجهه اقراص. يعني فاني الناس اللي تيكون يلاه في البدايه ديال الاعراض ديال مرض كورونا. الخبر الاخر اللي جاء وكذلك اكدته لنا تاكد من خلال بعض الدول مثلا الولايات المتحده او كندا او بعض الدول الاخرى، انه اللقاح بداو تيعطيوه للاطفال ما بين 12 و15 سنه. هذا خبر اكيد لانه اصلا بداو دابا حملات ديال التطعيم والتلقيح ديال الاطفال من 12 الى 15 سنه بلقاح فايزر. هذه المساله راه جاريه في الولايات المتحده، اظن انه مجموعه من الدول الاوروبيه غادي تلجا لها، خصوصا بانه اخر المصادر تقول بانه فايزر اللقاح ديال فايزر عنده فعاليه اكبر وانجح مع الدراري الصغار اللي في هذا السن هذا اكثر من الناس البالغين الناس الكبار. يعني الناس اللي فيتو هذاك ديال النتائج تتكون ايجابيه 100% على الاطفال بالمقارنه مع الناس الكبار. وهذا اظن مجموعه كيف قلت لكم من الدول الاوروبيه غادي تشوف العمل بهذه الطريقه. واظن خير دليل هو انه الخرجه اللي خرج بها وزير التعليم هنا في ايطاليا قال بانه منذ يومين الهم الوحيد ديالو ديال الحكومه انهم باغيين يدخلوا الدراري جميع المستويات من الفتره ما بين 10 و15 شهر 6 يعني سبتمبر، ناويين يدخلوا جميع المستويات ماشي كيف كما الفيلم المعهود نهار 7 يدخلوا وحدين نهار 15 يدخلوا وحدين تتبقى لافاك. ناويين يدخلوا من نهار 10 نهار 15 كلشي المستويات يدخلوا من الروض حتى الجامعه. هذا تيأكد على انه يعني غادي يكون عندهم جديد باش خرجوا بهذه الخرجه هذه يقدروا يقرروا حتى هما الحكومه الايطاليه ان الطعام وتلقح الاطفال ما بين في الاطفال الصغار باللقاح ديال فايزر. هذا هو اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو، نتمنى هذه النقاط تكون فاتكم، ونتمنى كيف ما دائما تنجددوا الدعوه الدعم ديال القناه وتشجيعها وتحفيزها عن طريق يعني الاشتراك او حتى الضغط على زر ديال الاعجاب، وكذلك تنتظروا التعليقات والتجاوبات ديالكم مع القناه لانه هما المصدر ديال الالهام والمصدر ديال يعني الفيديوهات المقبله دائما. اخوان نتمنى لكم افطار شهي وامسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله.